بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع هذه الصفحة، الصفحة رقم 34، لا باج 34. إذن انفورمي سور دي مونيمون، انفورمي سور دي مونيمون. إذن كما نقول أنك تخبر حول معلمة، تخبر حول معلمة، المقصود أنك تعطي معلومات حول معلمة. إذن j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. أنا ألاحظ وأنا أكتشف. Situation. الوضعية. نتحدث هنا عن وضعية يكون فيها الشخص. Votre école a organisé une sortie arabe. Votre école a organisé une sortie arabe. إذن مدرستك أو مدرستكم a organisé. أنها نظمت. عندنا هنا لو فيرب organisé. Une sortie arabe, kharja et la ribat. Vous êtes devant le mausolée Mohamed V. Vous êtes devant le mausolée Mohamed V. Ante amam darih Mohamed V. Avec vos deux professeurs. Avec vos deux professeurs. Ma'a ustadeika. Ma'a ustadeik. Chacun d'eux, kul wahid minhuma, vous parle du mausolée. يتحدث لك أو يتحدث لكم دي موزولي عن الضريح. إيدو لا تو حسان، إيدو لا تو حسان. سور ليماج كوم نو فويون، أون لو موزولي محمد سانك، أبخي أون لا تو حسان، ثم يتحدث لك عن صومعة حسان. نتكلم هنا عن كلمة لا تو التي تعني في الأصل برج. إذا عندنا هنا المقصود بها كما لو نقول برج حسان، المقصود صومعة حسان. ثم عندنا كونسين المطلوب. كونسين المطلوب. إذا نتكلم عن التعليمات أو ما يطلب من الشخص. إذا نتكلم عن كونسين دو غوتور أون كلاس. دو غوتور أون كلاس، بالعودة إلى القسم. تي دون أتي كاماراد. تي دون أتي كاماراد، أنت تعطي لأصدقائك. أون ويت أدي فخاز. أون ويت أدي فخاز، من 8 إلى 10 جمل. لي زانفورماسيون كو تي غوتوني. لي زانفورماسيون كنت يغتني، المعلومات التي أنت استنبتها، المعلومات التي استنبتها. إذن ثانيا جو مانيبيل اي جو ريفليشي. ترافاي اون جروب، إذا نتكلم عن عمل في فريق، عمل في فريق. طبعا قبل المرور إلى الفقرة الثانية، إذا عند العودة إلى القسم، انطلاقا مما شرحه الأستاذين حول المعلمتين كما رأينا، أبارتيغ دو سيز انفورماسيون، إذا انطلاقا من هاد المعلومات، تي دون أتي كاماراد بيان سور تي فا إكخيغ بور فو كاماراد أون ويت أدي فخاز، من 8 إلى 10 جمل. لي زانفورماسيون كو تي غوتوني، المعلومات التي استنبتها. جو مانيبيل إي جو ريفليشي، أنا أعالج وأنا أفكر كما لو نقول. إذا ترافاي أون جروب، إذا نتكلم عن عمل في مجموعة. جو لي إي جو ديسكوت La consigne avec mes camarades de groupe. Je lis et je discute la consigne. La consigne, bien sûr, c'est de retour en classe. Tu donnes à tes camarades en 8 à 10 phrases les informations que tu as retenues. Voilà, c'est la consigne. Je lis et je discute la consigne avec mes camarades de groupe. Et donc, on a appris. Je lis, c'est le verbe lire. Je discute, c'est le verbe discuter. هذا فعل نقاشة. La consigne, طبعا ما يطلب. كما نقول التعليمة أو الأمر. Avec mes camarades du groupe. مع أصدقائي أو رفقائي في المجموعة. Je participe, c'est le verbe participer. هذا فعل شراكة. Je participe, أنا أشارك. Au recueil. Au recueil في جمع d'information. في جمع المعلومات. Concernant les deux monuments. Concernant les deux monuments, الخاص بالمعلمتين le mausolée Mohamed V et la tour Hassan. Voilà, ce sont les deux monuments. تكلم عن معلمات دار محمد الخامس ثم صومعة حسان. Je participe, أنا أشارك. Je participe au recueil d'informations concernant les deux monuments. إذن هنا je participe au recueil, أنا أشارك في جمع d'informations concernant les deux monuments. إذن في جمع المعلومات المتعلقة بالمعلمتين.
لو فونداتور، لو فونداتور المقصود بالمؤسس، إذا لو فونداتور مؤسسوها، إذا نتكلم على لو فونداتور دي موزولي مهم 5 إيدولاتور حسان. ثم أبخي أون لا دات دو كونستركسيون، لا دات دو كونستركسيون، ثم تاريخ البناء، تاريخ البناء، إذا نتكلم على كونستركسيون البناء، ومنها لو فيرب كونستخوير فعل بنى، لو فيرب كونستخوير فعل بنى. ثم لومبلاسمون، ثم المكان فين تتواجد، لومبلاسمون. ثم لي فورماليتي بور لي فيزيتي، أبخي تي فا دوني لي فورماليتي بور لي فيزيتي، ثم ستعطي الإجراءات من أجل زيارتها. لي فورماليتي بور فيزيتي بيان سور لو موزولي مهم 5 إلى لا تور حسان. Parmi les informations que tu vas donner, le nom du fondateur, la date de construction, l'emplacement, la date de construction, l'emplacement, toutes les formalités pour les visiter. Tout maintenant, je retiens, un standard, j'utilise les informations suivantes pour enrichir mes productions orales. Mes productions orales. Un standard, j'utilise les informations suivantes. أنا أستعمل، طبعا عندنا لو فيرب يوتيليزي هذا فعل استعمل، جيتيليز لي زانفورماسيون سويفونت بور أنغيشيغ مي بروديكسيون أورال، من أجل إغناء لي بروديكسيون، كما نقول إنتاجاتي. شنو هي الإنتاجات؟ هي المكتوبات، هي ما ستكتبه. إذا هذا الذي ستكتبه يسمى بروديكسيون. ثم عندنا هنا ماشي غير إيكخي ولكن أورال، إذا نتكلم عن إنتاجات شفهية. شفهية، إنتاجات شفهية المقصود به هنا ما ستقوله. إذن كل كلام الذي ستنتجه وتقوله هو ينتمي لهذا الإنتاج. إذن لو موزولي طومبو رويال، إذن هو قبر ملكي، ستان طومبو رويال، ستان طومبو رويال، إذن هو قبر ملكي كونستخوي أونتر 1961 و1971، كونستخوي هو مبني entre la date 1961 construit entre 1961 et 1971 إذن هو مبني بين التاريخين 1961 و 1971. Ce mausolée-là comprend les tombeaux du roi Mohammed V, le prince Moulay Abdullah et le roi Hassan II. هذا الضريح يتضمن قبور محمد الخامس، الأمير مولاي عبد الله، ثم الملك الحسن الثاني. أكسي أوميناري، أكسي أوميناري، إذا نتكلم على الوصول إلى الصومعة انتيردي، أنه ممنوع. بار ميزور دو سيكوريتي، كما نقول بقياسات السلامة، المقصود طبعا من تدابير السلامة، بسبب تدابير السلامة. إذا طبعا ممكن أننا نكتب كالتالي: لو موزولي محمد 5 est situé de l'autre côté de la tour Hassan sur la place يعقوب المنصور à Rabat. إذن ضريح محمد الخامس يتواجد من الجهة الأخرى دولة حسان لصومعة حسان سور لا بلاس يعقوب المنصور أغابة، على ساحة يعقوب المنصور بالرباط. سا كونستخيكسيون أإيتي أشوفي أو 1971، سا كونستخيكسيون أإيتي أشوفي أو 1971. بناءه، نتكلم على لو فيرب كونستخويغ هنا، سا كونستخيكسيون بناءه أإيتي أشوفي هو انتهى، لو فيرب اشوفي يعني انهى، لو فيرب اشوفي يعني انهى، ايتي اشوفي انه انتهى او 1971 في 1971. لو موزولي كونتيان لي طومب دي روا محمد 5، الضريح كونتيان سي لو فيرب كونتونيغ يعني احتوى، اذا لو موزولي كونتيان الضريح يحتوي، لي طومب دي روا محمد 5 يحتوي قبور، أولا محمد الخامس دي ماروك ملك المغرب، لي طومب دي روا محمد 5 دي ماروك، إذا يحتوي قبور أولا محمد الخامس ملك المغرب، إي دو سي دو فيس، وقبور ابنيه لو برانس عبد الله إي لو روا حسن دو، لو برانس عبد الله إي لو روا حسن دو، كي إيتي أونتيغي أبخي سا مور أو 1999. لو موزولي كونتيان لي طومب، طبعا نتكلم عن طومب يعني قبر، نتكلم عن طومب اي طومبو، كلمتي طومب اي طومبو الاثنان يعنيان القبر، اذا طبعا طومب يعني الحفرة ثم السقف الخاص بالقبر،
تومبو أن تعني تلك المعلمة البسيطة التي توجد فوق القبر. إذا نتكلم عن معلمة تبنى فوق القبر إذا تسمى تومبو. تقريبا الكلمتين أنهم يعنيان نفس الشيء. إذا لو موزولي كونتيا لي تومب لو موزولي كونتيا لي تومب دي غوا محمد سانك دي ماروك. إذا نتكلم عن الضريح يتضمن قبور أولا محمد الخامس ملك المغرب إيدو سيدو فيس إيدو سيدو فيس وقبري ابنيه لو برنس عبد الله الأمير عبد الله إلو غوا حسن دو والملك الحسن الثاني كي إيتي أونتيغي أبخي سا مور أون 1999 الذي دفن بعد موته نتكلم عن الملك الحسن الثاني أون 1999 في 1999 لو باتيمون كومبين لي زاليمون أرشيتكتيرو إي أدمنستراتيف لو باتيمون كومبين لي زاليمون أرشيتكتيرو أي أدمنستراتيف. إذا نتكلم عن البناية نتكلم عن ضريح محمد الخامس كومبين طبعا نتكلم عن الفيرب كومبيني يعني جمع يعني كما نقول أنك تخلط كومبيني ممكن أنه يعني يوفق يجمع مثلا ينسق أو يركب طبعا كلمة كومبيني هنا تعني يوفق أو ينسق. إذا طبعا هذه البناية كما نقول أن تجمع أو توفق بمعنى آخر إذا كومبين ديزاليمون يعني أن توفق كما نقول عناصر المقصود بين عناصر أرشيتكتيرو معمارية أي أدمنستراتيف وإدارية دون لو دون دي موزولي بما في ذلك قبة الضريح دون لو دون دي موزولي دون لو دون دي موزولي بما في ذلك قبة الضريح إين موسكي بور لا بخيير إين موسكي بور لا بخيير مسجد للصلاة أي لادمنستراسيون دي غوفيرنور. ثم هناك إدارات كما نقول المدير ممكن أن غوفيرنور يعني الحاكم المحافظ أو العامل كما نتكلم هنا عن إدارة المدير الخاص بهاد المعلمة. إذا كما قلنا لو باتيمو كومبين دي زاليمو أرشيتكتيرو إي أدمنستراتيف إذا البناية أن تجمع بين العناصر المعمارية والإدارية دون لو دون دي موزولي بما في ذلك قبة الضريح إن موسكي بور لا بخيير مسجد للصلاة إي لادمنستراسيون دو غوفيرنور ثم إدارة المدير أو إدارة المسير لهاد المعلمة. ثم لا كونسيبسيون جينيرال إذا نتكلم عن التصور العام إذا نتكلم هنا عن الطريقة التي بنيت بها المعلمة أو الشكل الذي تأخذه المعلمة إذا نتكلم عن لا كونسيبسيون جينيرال التصور العام دي موزولي إيتي بازي سور لو ستيل أندالو ماروكان. نتكلم هنا عن التصور العام للضريح إيتي بازي أنه يرتكز طبعا نتكلم على لاباز هي القاعدة كما نتكلم أن له قاعدة أو أنه يأخذ كارتكاز كما نقول بأنه يأخذ كقاعدة لا كونسيبسيون جينيرال دي موزولي إيتي بازي سور لو ستيل أندالو ماروكان كي سي ديفلوبي إي سي إيبانوي أو كور دي جينيراسيون سوكسيسيف دو كونستركتور دارتيزون اي دو تيكنيسيان ماروكان. إذا نتكلم هنا عن التصور العام لهاد المعلمة إيتي بازي سور لو ستيل أندالو ماروكان أنها ترتكز على الأسلوب الأندلسي المغربي. إذا طبعا الأندلس والمغرب هناك تأثير وتأثر هناك تأثير وتأثر. إذا نتكلم عن الأسلوب الأندلسي المغربي كي سي ديفلوبي كي سي ديفلوبي الذي تطور إي سي إيبانوي إي سي إيبانوي ثم ازدهر طبعا نتكلم عن ليبانويسمون يعني الازدهار ليبانويسمون ازدهار. هنا عندنا لو فيرب سيبانويغ عندنا لو فيرب سيبانويغ يعني ازدهر اي سي تيبانوي ثم ازدهر او كور دي جينيراسيون سوكسيسيف على مدى اجيال متتابعه. اذا نتكلم هنا عن الاسلوب الاندلسي المغربي في البناء طبعا والذي استنبط منها تصور هذه المعلمه أنه تطور هذا الأسلوب تطور إي سي إيبانوي ثم ازدهر أو كور دي جينيراسيون سوكسيسيف أو كور دي جينيراسيون سوكسيسيف على مدى أجيال متتابعة. عن أي أجيال نتكلم هنا؟ دو كونستركتور أجيال من البنائين دارتيزون دارتيزون ومن الحرفيين إي دو تيكنيسيان ماروكان
اي دو تيكنيسيان ماروكان ومن التقنيين المغاربه. اذا طبعا هنا نتكلم عن التقنيين المغاربه ونتكلم عن الحرفيين المغاربه ونتكلم عن البنائين المغاربه، كلهم ساهموا عبر اجيال متتابعه منذ القدم في تطور وازدهار هذا الاسلوب، في هذا الاسلوب الاندلسي المغربي في البناء، والذي اخذ منه تصور المعلمه. كلهم ساهموا في تطوير وازدهار هذا الاسلوب من البناء الاندلسي المغربي، والذي اخذ منه هذا التصور الخاص بالمعلمه، معلمه محمد الخامس. لو باتيمون اي كونسيديرا كوم ان شاف دوفر، اذا البنايه اي كونسيديري تعتبر، كونسيديري يعني اعتبر، هنا نتكلم عن البنايه اي كونسيديري انها تعتبر كوم ان شاف دوفر كتحفه. طبعا شاف دوفر مقصود بها تحفه دو لاركتيكتور مودرن، كما نقول للهندسه المعماريه العصريه، للهندسه المعماريه العصريه. او سومي، او سومي في القمه. إذا نتكلم عن هاد البناء المعماري أو الهندسة المعمارية أنها توجد في القمة، كما نقول بأن هذه البناية، نتكلم عن ضريح محمد الخامس، أريد لها أن تكون، أريد لها أن تكون تحفة معمارية في القمة، افيك اون فاساد بلونش بريونت، افيك اون فاساد بلونش بريونت، بواجهة بيضاء لامعة، بواجهة بيضاء لامعة. إذا طبعا هذه المعلمة التي تعتبر كتحفة معمارية في القمة هي توجد بواجهة بيضاء لامعة avec une façade blanche brillante surmontée يعلوها، surmontée يعلوها، surmontée يعلوها، surmontée يعلوها. كما لو نقول هنا أنها معلات، كما لو نقول أنها معلات، d'un magnifique toit de tuiles vertes، d'un magnifique toit de tuiles vertes surmonté d'un magnifique toit de tuiles vertes. معلات المقصود انه يعلوها، معلات بسقف رائع، دو تويل من القرميد، دو تويل من القرميد، طبعا تويل تعني قرميد او كما نقول القرمود، فيرت اخضر. طبعا نتكلم عن ذلك الاجور المتموج، الاجور كما نقول متموج بالاخضر، qui représente la couleur de l'islam، الذي يمثل لون الاسلام، qui représente la couleur de l'islam. Et le lecteur du Coran est souvent présent et il a son siège. ثم قارئ القران est souvent présent، يكون غالبا حاضر، طبعا يقرا القران هناك، il a son siège. ثم عنده مكانه، il a son siège، عنده المكان الخاص به. طبعا نتكلم عن لو سياج يعني المقر، ممكن انه يعني الكرسي الى غير ذلك. اذا نتكلم عن مقر هاد القارئ الذي يقرا القران هناك، لو مكان خاص به بمعنى اخر. اي لو ليكتور دو كوران اي سوفون بريزون، ثم قارئ القران فيه غالبا موجود، فيه غالبا حاضر، المقصود انه في ضريح محمد الخامس حاضر. ايل اسون سياج، ايل اسون سياج، وعنده مكانه، وعنده مكانه أو مقره الخاص به. ثم les innovations des artisans marocains étaient évidentes dans les sculptures en bois et en stuc et les peintures en zellige et les peintures en zellige. Les innovations des artisans marocains étaient évidentes dans la sculpture en bois et en stuc et les peintures en zellige. Et donc les innovations, كما نقول التجديدات أو التحديثات بمعنى آخر الإبداعات دي زارتيزو ماروكا للحرفيين المغاربة ايفيدونت، يعني أنها بديهية، كانت بديهية، المقصود أنها بديهية، المقصود بأنها من الوهلة الأولى تظهر لك هذه الإبداعات الخاصة بالحرفيين المغاربة. دون سكيلبتور أون بوا يعني فيما يخص النحت على الخشب، أون ستيك والنحت على الجبس، طبعا والنحت على القبس، والنحت على الجبس، والنحت على القبس. إلى بانتيغ زليج، ثم الصباغة على الزليج، ثم الصباغة على الزليج. طبعا كل هاد المهارات تبدو للوهلة الأولى بديهية وظاهرة وواضحة، والتي تعبر عن إبداعات الحرفية المغاربة. كار كار المتخزي، لأنهم يضبطون كما نقول
المقصود بأنهم يمهرون، المقصود بأنهم يضبطون، المقصود أنهم يمهرون. كا إل ميتريزي ليكسبرسيون دي ديسان إيكخي. كا إل ميتريزي ليكسبرسيون دي ديسان إيكخي. لأنهم كما نقول يسيطرون أو يمهرون بمعنى آخر، أنهم يبرعون. يبرعون في ماذا؟ ليكسبرسيون دي ديسان إيكخي، في التعبير عن الرسم الكتابي. يعني أنهم يكتبون وكأنهم يرسمون، يكتبون وكأنهم يرسمون. إذا نتكلم عن الرسم بالكتابة كما نقول، إذا ليكسبرسيون دي ديسان إيكخي. إذا نتكلم عن تعبير كما نتكلم هنا عن تعبير الرسم المكتوب، كما نتكلم هنا عن تعبير الرسم المكتوب. طبعا كما نعرف بأنهم يكتبون آيات قرآنية بشكل رائع. كي أون أون ميم، كي أون أون ميم كما نقول التي في حد ذاتها، التي في حد ذاتها، أو كما نقول التي فيها وحدها، كما نقول والتي فيها لوحدها. كونستيتي دي فونتين انسبيرونت، أنها تمثل، تمثل دي فونتين. لا فونتين كما نتكلم عن ينبوع الماء أو نافورة الماء. لا فونتين كما نتكلم عن ينبوع الماء أو نافورة الماء. كونستيتي دي فونتين، إذا المقصود أن تمثل نافورات انسبيرونت، ملهمة. انسبيرونت ملهمة، المقصود أنها تؤثر على المشاعر، كما نقول أنها ملهمة، المقصود أنها مؤثرة على المشاعر ومقوية لها. هذه الكتابات بهذا الشكل، كما نتكلم عن تعابير لرسوم مكتوبة، كي أون أون ميم والتي في حد ذاتها كونستيتي دي فونتين انسبيرونت. هذه الكتابات لوحدها في هذه المعلمة تمثل نافورات ملهمة، كما نقول أنها مؤثرة. لو باتيمون إيت أن شيف دوفر دو لاركتيكتور مودرن، إذا نتكلم عن البناية أنها تحفة من الهندسة المعمارية الحديثة. طبعا نتكلم عن أوفر، أوفر ممكن أنه يعني عمل، نتيجة عمل، إنتاج، إنتاج أدبي أو فني، إنتاج أدبي أو فني يسمى أوفر. طبعا كلمة أوفر، كلمة أوفر ممكن أن تعني عمل تخافاي، أو نتكلم عن نتيجة عمل ريزولتا دان تخافاي، ريزولتا دان تخافاي نتيجة عمل تسمى أوفر. أو نتكلم أيضا عن أوفر التي تعني إنتاج أدبي، ممكن أن شخصا ما يؤلف كتاب، هذا التأليف يسمى أوفر. أو إنتاج فني، أو إنتاج فني يسمى أيضا أوفر. طبعا هنا نتكلم عن أن شيف دوفر، طبعا نتكلم هنا عن أن شيف دوفر، كما نتكلم عن شيء متقدم فنيا أدبيا إلى غير ذلك. المقصود هنا تحفة، المقصود بهذه الكلمة كما قلنا تحفة. لو باتيمون إيت أن شيف دوفر، البناية هي تحفة، دو لاركتيكتور مودرن، من الهندسة المعمارية الحديثة، من الهندسة المعمارية الحديثة. تخيز انفلونسي، تخيز انفلونسي أنها متأثرة بشكل كبير، متأثرة بشكل كبير باغ لي شيف دوفر دو لاركتيكتور أندلوز ماروكان، دو لاركتيكتور أندلوز ماروكان، متأثرة بشكل كبير بالتحف المعمارية الأندلسية المغربية. إذا نتكلم عن هذه البناية أنها تأثرت بشكل كبير، طبعا من حيث البناء والشكل، بالتحف المعمارية الأندلسية المغربية. نستكمل في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.